بالإضافة إلى التهاب الحويصلات الهوائية الناتج عن البكتيريا. هناك مرض خطير آخر يصيب هذا الجهاز التنفسي. بما أن الأكياس الهوائية عبارة عن تجاويف داخل جسم الطائر، فإنها مقدرة للإصابة بالطفيليات. بحجم 0.7 ملم فقط، يكون الفاش الرئوي غير مرئي للعين البشرية. تتطور هذه الطفيليات في الظروف الرطبة، فيمكن العثور عليها في القصبة الهوائية وكذلك في الأكياس الهوائية، وتزدهر هناك إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء ضدها بالدواء. هذه مشكلة شائعة في عصافير الجولديان، وأقل تواترا في الكناري والبادجي والببغاوات الأخرى. ينتقل فاش الريش عن طريق الهواء من طائر مصاب، قد يكون يسعل أو يعطس على طيور أخرى، ويطلق نفسا صغيرا من الرطوبة يحتوي على هذا الفاش الذي يصيب الطيور القريبة منه. مياه الشرب الملوثة بهذا الفاش هي أيضا مصدر رئيسي آخر لانتقال العدوى. قد يتم رصدهم على الفحص المجهري للأنسجة الثابتة، فالطبيب البيطري في كثير من الأحيان يقوم بمسحة للقصبة الهوائية. وأيضا يمكن إجراء تشخيص إيجابي عن طريق الإضاءة عبر القصبة الهوائية باستخدام مصدر ضوء شديد الدقة يتخلل عبر الجلد والقصبة الهوائية. سيكون الفاش كبقعة سوداء صغيرة داخل القصبة الهوائية أو سويداد في الحالات المتقدمة. نظرا لعدم رؤيتها دائما بهذه الطريقة، فقد يتعين عليك علاجها بناء على العلامات السريرية التي تظهر على الطيور فقط. في المراحل المبكرة للإصابة، قد تكون الطيور أقل صوتا، والكناري كمثال يتوقف عن الغناء. جودة الريش تتدهور، وتبدو الطيور منتفخة كثيرا من الوقت وأقل نشاطا. في سياق العدوى المتقدم يحدث العطس السعال لمدة دقائق، لأنه بالكاد تستطيع التنفس، الصرير والتنفس عن طريق فتح الفم. ويحاولون أحيانا التخلص من هذه الطفيليات عن طريق هز العنق والرأس بقوة. بعد حركات الاختناق هذه مباشرة تعطي مظهرا كأن هذا الطائر يعاني من التهاب في الحوصلة. مع ذلك غزو الفاش لا ينتج أي بلغم. في المرحلة الأخيرة من هذا المرض يكون الطائر ضعيفا جدا في التنفس، ويموت في معاناته لأنه يختنق فعليا. تشمل الأعراض الأخرى تحرك الديد بسبب الضغط الهائل للتنفس على الصدر، والضعف وفقدان الوزن، تقطقة في الصدر أثناء التنفس. وغالبا ما تكون هذه الأعراض ملحوظة أكثر بعد نشاط شاق مثل الطيران أو خوف وهلع عند الطائر. يمكن أن تمر الأشهر بين الإصابة وظهور الأعراض الأولى. ومع ذلك، إذا كان لديك طائر منفرد تم الاحتفاظ به وحده لبضع سنوات، فإن احتمال تعرضه لعدوى الفاش الرئوي ضئيل جدا. حتى لو ظهر عليه أعراض مشابهة، في أي حال ينبغي أن تأخذ الطائر إلى طبيب بيطري أو التحقق من الأعراض الأخرى التي ترافق أعراض التي تظهر عليه. يرجى ملاحظة أنه قبل بدء العلاج يجب تحديد السبب الحقيقي. تسبب العديد من الأمراض والظروف الصحية نفس الأعراض التي يمكن رؤيتها عند الطائر المصاب بالفاش الرئوي. على سبيل المثال، يمكن أن تكون التهابات الجهاز التنفسي أو نقص الفيتامين ألف السبب الحقيقي. فإذا لم تتلاشى مشاكل الجهاز التنفسي بعد العلاج، فهناك العديد من الفيروسات أو البكتيريا المعوية التي يمكن أن تسبب مشاكل أولية وثانوية مثل هذه الأعراض. فاستخدام منشطات الجهاز المناعي قد يكون مفيدا، مثل الخميرة البيرة أو البروبيوتيك،
من الأفضل التماس المساعدة البيطرية لهذه المشاكل. يمكن علاج الفاشل الرئوي، لكن يجب مراقبة بروتوكول العلاج بعناية، فإعطاء تركيز ضعيف من الأدوية سيكون غير فعال، والإفراط في التركيز سيؤدي إلى موت هائل من هذا الفاش، والذي سيسبب انسدادا في الجهاز التنفسي. أيضا يتعين على المرء أن يعتبر أن الأدوية الموصوفة عادة هي سموم، ويمكن لجرعة زائدة منها التسبب بعواقب وخيمة بما في ذلك الوفاة. الطريقة السهلة والوحيدة للعلاج هي استخدام الأيفوماك الإيفرميكتين، الذي بتركيز 0.1%، وإذا توفرت على تركيز 1% فيفضل تمييعه بنسبة 10% مع البروبيلين جليكول، ويتم التقطير موضعيا على الجلد العاري في الرقبة السفلية فوق منطقة الوريد الوداجي باستخدام قطرة واحدة تقريبا. قد يكون من الضروري مسح كمية صغيرة من الماء أو الكحول على الريش لعرض الجلد، أو فقط بالنفث عليه وإمساك الريش. هذا بسيط وسريع ويعمل بشكل جيد في العديد من الطيور. العيب هو عدم تناسق امتصاص المكونات النشطة من طائر لآخر، ويرجى ملاحظة أن هذا العلاج تطبيق مزدوج أو ثلاثي. بعد تكرار التطبيق الأولي في 12 يوما نقوم بالتكرار الثاني، كما هو في الحال المرة الأولى التي تقتل فيها العث وليس البيض، وأثناء التطبيق الثاني تقتل العث الذي ينقص من ذلك البيض. التوصية البيطرية المعتادة هي علاج الطائر مرتين في السنة، أو على الأقل مرة في السنة، وهو ما يصل إلى كل 4 أشهر في المناخات الرطبة أو الدافئة. خلال فترة العلاج من المهم تطهير المشربيات يوميا. إذا كان الطائر ضعيفا جدا فقد تجعله يشعر براحة أكبر بتدفئته. في هذا الوقت من المهم منع الطيور من ممارسة الطيران، ولا تنسوا قراءة نشرة الدواء الذي اشتريتموه واحترام طريقة استعمال مذكورة فيه، فيمكن أن تتغير الطريقة على حسب تركيبة الدواء ومن شركة لأخرى.